والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. مكملين مع النمبرز، ومن الابيس والدار راح نحكي في جزء تاني من W3 Schools بيكون عبارة عن adding numbers and strings، والكلام ده ربما نكون حكينا فيه. طيب خلينا نقول ادي warning، ومهم جدا 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 انك تاخد بالك من الجانب ده عشان ما تغلطش كتير. بيقول لك جافا سكريبت uses the plus operator for both adding and concatenation. الجافا سكريبت بتستخدم علامة الزائد للجمع والconcatenation. الconcatenation يا جماعة معناها ايه؟ ان القيم تنزل زي ما هي متسلسلة كده، ها؟ انما الجمع معناها ان انت بتجري عملية حسابية، عارف؟ يعني ان تجمع واحد زائد واحد غير ان انت تجمع علي زائد علي نص. فconcatenation معناها ان علي الاولانية تنزل بعدها علي التانية تنزل، بعد concatenation. لكن الاوبريتور زائد معناها واحد زائد واحد، تجمع بقى يطلع لك ناتج اثنين. numbers are added، strings are concatenated. الارقام بتتجمع بتعدد يعني بتضاف على بعض، ها؟ والسترينجز بتكون كاتينيت، بتنزل زي ما هي بس متسلسله. يعني انا ما ينفعش اجمع، يعني انا لو جمعت حرف الاي مع حرف الاي هيديني ايه جنب منها ايه اللي اسمه السيريز، السلسله، ها؟ متسلسله. ده اقصد، ده اللي يقصده بموضوع الكونكاتينيت جافا سكريبت. جافا سكريبت، طب مثلا هو بيقول لك لو انت اديت نمبرز اهو، والله يعني بص بروز لي السطر ده يا جماعه. if you add two numbers the result will be a number. لو انت ضفت رقمين الناتج راح يكون رقم. ليه؟ لان دولت اتنين داتا تايب من نوع واحد، نمبر ونمبر، راح يدي لك نمبر. جميل. if you add two strings the result will be string concatenation. لو انت ضفت اتنين strings الناتج هيكون string concatenation، يعني سلسلة من السترينجز بالترتيب، ها؟ يبقى x زائد x ده في 10، y في كام؟ y في 20. انت جافا سكريبت شغالة من الشمال لليمين، هينزلك قيمة x الأول اللي هي عبارة عن ايه؟ 10، يروح ينزلك ال 10. بعدين concatenated بقى، ها؟ السلسلة بعد منها على طول، ها؟ انت عامل زائد أصلي، يروح يبص يلاقي 20، ينزلك قيمة ال 20 بالترتيب. دولت يتعاملوا كأن هم ايه؟ a string طبعًا يعني، تمام؟ if you add، لو انت ضفت بقى نمبر وسترينج، القصه هتمشي برضه سترينج كونكاتينيشن، بس بنفس الترتيب برضه من الشمال لليمين. قيمه الاكس عباره عن كام؟ قيمه الاكس عباره عن 10، اروح منزل لك قيمه ال 10. بعدين يبص يلاقي زائد، ده عايز يجمع. طب ايه الواي دي؟ رقم، لو رقم هجمع، مش رقم ده سترينج، يبقى كونكاتينيتد، انزله زي ما هو 20. حلو كده؟ والبتاعه ديت كلها تعتبر سترينج. طيب لو انت المره دي انت ضفت، لو انت ضفت نمبر على سترينج، لو عكستها ضفت سترينج على نمبر، لو ضفت سترينج على نمبر نفس السيناريو بالظبط، القصه هتمشي سترينج كونكاتيني برضه سترينج، قيمه الاكس عباره عن كام؟ 10، راح ننزل لك 10. يلاقيها سترينج هحطها، لاقي قيمه الواي عباره عن كام؟ قيمه الواي عباره عن 20، ودول ديفرنت تايب، هيجمعهم زي ما هو يحطها لك 20. حلو كده؟ ده في موضوع البلس، خد بالك الكلام عن موضوع الزائد، الاوبريتور زائد. طيب ماشي، لو انا قلت لك من غير ما تشوف الناتج، ها؟ هو بيقول لك 10 و20 وقيمه، هو مش شيلي على المثال ده يعني، الاكس بتساوي 10 والواي بتساوي 20، الزد بقى بتساوي the result is كذا، يعني حاطط لي سترينج وبعدين راح جامع واي زائد x زائد y، يعني عندي string زائد x زائد y. يا ترى الناتج هيطلع ايه؟ هو بيقول لك common mistake to expect the result will be 30. الناتج مش هيطلع 30، مش راح يطلع 30 ليه؟ لان انت عارف ان جافا سكريبت عباره عن ايه؟ string concatenation. يعني طيب ماشي اوكي، نمشي من الشمال لليمين معاه. انت بتقول له the result is، اروح منزل لك the result is دي، ها؟ زي ما هي. وبعدين يروح باصص على مين؟ على الزائد. جميل، وخلينا نشوف نشوف هو في الكود بيمشيها ازاي. يعني الناتج بتاعه هو، او بعيدا عن الكلام ده، هو منزل ذا ريزلت از اللي هو الفاريبل السترنج الاولاني، ها؟ راح منزل لي ذا ريزلت از، وبعدين راح باصص زائد، وراح لاقي قيمه الفاريبل اكس. هو عنده في الاول، احنا كنا متفقين واحنا اتفقنا على ايه؟ طيب لو طلعنا فوق كده، if you add a strings and numbers result will be a string concatenation. لو انت ضفت رقم لنص هتطلع string، ولو انت ضفت نص الرقم هتطلع string برضو. طب في الحاله دي انت ضايف مين؟ انت ضايف string على مين؟ على يعني على رقم. حلو، فهينزل لك السترنج الاولاني اللي هو قيمه الاكس، النص اللي هو كاتبه لك، النص اللي انت ضايفه ده، بعدين راح ينزل لك الزائد، يا رفقه ان انت عايز تجمع كده اهو، او عايز تضيف تقعد. بعدين هيروح منزل قيمه الاكس زي ما هي اللي هي ال10،
وقيمة الواي زي ما هي اللي هي العشرين، ومش هيجمع قيمة الاكس مع الواي، مش هيجمع قيمة الاكس مع الواي. ليه يا جماعة؟ لان جافا سكريبت از ها string concatenation. طيب جميل، بص بقى يا المرة دي، لو انا قلت لك طيب بص انا هحط لك اكس ب 10 وواي ب 20 وزاد ب 30، الناتج هيطلع ايه؟ يا ترى تفتكر 10 20 30؟ لا الناتج مش هيطلع كده. تشوف كده الناتج هيطلع ايه لو عملت ريلوت، لو انا هيطلع الناتج 30 بعد منها 30. طب ليه يعني هتفرق ايه دي عن اللي فاتت؟ لا تفرق. بص يا سيدي، انت في الريزلت بتاعك الفاريبل كنت عايز امشي معايا من الشمال لليمين، قيمه اكس عباره عن ايه؟ عباره عن داتا تايب من نوع ايه؟ من نوع نمبر. خلاص النمبر ده معاك، انا في نمبر اوكي. خلاص بعد منها في ايه؟ في واي، واي دي عباره عن ايه؟ نمبر. يبقى نمبر بيتضاف مع نمبر بيديك ايه؟ بيديك نمبر، اول رول اتكلمنا عنها، فيجمع خلاص يبقى يديك 30 زائد، يبص على الزائد يديها ايه؟ يديها سترنج، وانا معايا 30 يروح يضيف لك طب نمبر مع سترنج يديك ايه؟ سترنج كونكاتينيشن، يروح حاطط لك ال 30 وحاطط لك المره ال 30 اللي جنب منها. الفرق ما بين المثال ده والمثال اللي فات ان هو ابتدى القصه بسترنج، فلما طالما ابتدى القصه بسترنج يبقى اللي شيء كده سترنج كونكاتينيشن من غير ما انت ايه، من غير ما انت تفكر في الباقي. تمام كده، ده بخصوص الجانب ده. اهو حتى هو بيقول لك ذا جافا سكريبت كومبايلز ورك فور بالشمال لليمين، فيرست 10 زائد 20 از ادد بيكوز اكس اند واي ان بوث نمبرز، لان قيم اكس وواي دول ارقام، 30 و30 كونكاتينيتد عشان ايه؟ عشان دول داتا تايبس لكن مختلفين، داتا تايبس لكن مختلفين عن بعض. الجانب الثاني بتاع النيوميريك سترنج، لو انا قلت ايه؟ لو انا قلت فار اكس ب 100 وفار واي ب 100 بس ما بين سترنج، ذات نمبر وذات سترنج، لو انا استخدمت تايب اوف او كده. الناتج يا جماعه بيقول لي جافا سكريبت ويل تراي تو كونفيرت سترنجز تو نمبرز ان اول نوميريك اوبريشنز، بتحاول تبص على السترنج وبتحاول تحوله لنمبر. عارف انت يعني؟ انت لو حاولت تحط قيمه في جافا سكريبت اكس ب 100 وقيمه ب 10 وقسمت ما بين الاثنين هتلاقي جافا سكريبت حولتهم لك ل 10. عارف انت يعني؟ لو حاولت تبص على المثال ده الناتج بتاعه بيكون عباره عن 10. طب جرب كده، وبدل ال علامه القسم خليها ضرب واعمل رام هتلاقيها بتضرب عادي. طب جرب كده وخليها ماينس، اطرح رام هتلاقيها 90 بتطرح عادي. طب جرب كده واجمع، انا اسف كنترول زد كنترول زد، جرب كده واعمل اد اجمع واعمل ران هتلاقي لا. تمام. عشان انا قلت الاوبريتور ده بيتعامل بشكل مختلف، الاوبريتور زائد يا جماعه بيتعامل بشكل مختلف، فهو بيعمل احنا اصلنا القاعده دي قبل كده، اصل ده بيتعامل كسترنج كونكاتينيشن، ال 100 بتنزل الاول وبعدين ال 10 بتنزل، ده الكلام ده مع البلس، لكن مع بقيه العلامات الامور تمام ماشي زي الفل وما فيها اي مشكله ان شاء الله باذن الله. ده بخصوص او ان ذس لاست اكزامبل يوزز بلس اوبريتور كونكاتينيت سترينجز، الاولويه لمين؟ للبلس في انه يعمل كونكاتينيت لقيم الاسترينجز. يا رب يكون مفهوم ده واضح، وده من باب احنا اصلا بس بنحاول نعيده ونراجعه مره ثانيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.